من جديد نجدد التحية لدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام في جامعة القاهرة. ودكتور بعد إذنك لو تسمح لنا نتوقف لاتصال تليفوني مع السفير هاني صلاح المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء. صباح الخير وتعليق حضراتكم يعني البيان الذي أصدره مجلس الوزراء هذا الصباح بشأن استنكار الحادث، وأيضا يعني لو حضرتك تسمح لنا ننقل عتاب يعني أغلب المداخلات اللي كانت معانا حاضرة في هذا الصباح عن أنه الحكومة ربما تحتاج إلى إجراءات أكثر حزما ويعني ردعا لمواجهة إرهاب الإخوان. تمام، أولا صباح الخير وتحياتي لحضرتك أستاذة رغدة وللضيف الكبير أستاذنا الدكتور صفوت العالم، وبلغوا برضو ان تابعنا باهتمام اجتماع المؤتمر الذي عقد اول امس حول مستقبل الاعلام والخلاصات التي توصل اليها حول ضروره وجود ميثاق شرف اعلامي وتطوير منظومه الاعلام في مصر. بالنسبه للعتاب اللي حضرتك قلتيه بالطبع استمع له بكل جديه، وهذه الحكومه جاءت لتسمع وتستمع وتتعلم من الشعب، ولكن يطمن حضرتك ان هناك اجراءات وخطط جاده لمواجهه الارهاب، لكن يجب ان نكون صرحاء. السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء في اول بياناته الى الامه التزم امام النفس وامام هذا الوطن بان يكون مبدا المصارحه والمكاشفه هو المبدا الحاكم لعمل هذه الحكومه، فالارهاب لن يتم القضاء عليه بين يوم وليله. نحن نواجه خصما شرسا وخصما جبانا وخصما ايضا مدربا ويتلقى تمويلا ولديه خبرة عملية متطورة. هذا لا يعني ان الدولة تستسلم او ان الدولة لا تتعامل مع الارهاب بكل حسم وقوة. السيد وزير الداخلية اعلن في اجتماع وزراء الداخلية العرب في مراكش اول امس ان هناك عمليات ونجاحات كثيرة تحققها وزارة الداخلية ولا يتم الاعلان عنها لاسباب تتعلق بالامن القومي وبسبب ضرورة الحصول على معلومات اكثر سواء من الذين تم القبض عليهم او يعني التحفظ عليهم. تم القبض بالفعل على 15 خلية ارهابية تضم 94 ارهابيا، ولكن في النهاية زي ما قلت لحضرتك انت التعاملية مع خصم جبان وخصم لا يتورع عن اتخاذ او القيام بكل ما هو لا يتناسب ولا يتفق مع القيم والعادات سواء الإسلامية او المصرية. دكتور اي فن انا مع حضرتك سيد سفير. طيب دائما الملف الامني يحضر بقوة على رأس الأجندة الموضوعات اللي بتطرح في اجتماعات مجلس الوزراء. فيما يخص الجزء الخاص بتسليح النقاط العسكرية والنقاط الشرطية، دائما هناك يعني أسئلة بتدور حول إمكانية زيادة الإجراءات الأمنية التحسبية يعني، والحديث عن وجود نقص في الميزانيات والحاجة لرفع قدرة أفراد الشرطة ومجنديها ونهوض ومستواهم لمواجهة هذه الأعمال. يعني مجلس الوزراء كيف يناقش هذا مع السيد وزير الداخلية؟ لا، مجلس الوزراء معني تماما حضرتك بهذه القضية. ولو ترجعي حضرتك ليه البيان الاول الذي تلاه او القاه السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء للامه يوم 2 مارس الجاري فور تشكيل حكومته واداء اليمين الدستوريه، تجد حضرتك ان اول تعهد من ذات التي التزم بها سيادته او كانت برنامج عمل لهذه الحكومه هو كان امن وضروره عوده الامن الى الشارع والقضاء على الارهاب. هناك اتصالات مستمره بين السيد المهندس محلب و السيد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه، وعلى جدول اعمال مجلس الوزراء الاسبوعي دائما يكون الموقف الامني هو اول القضايا التي يتم بحثها لفترات طويله. بالنسبه لتسليح ورفع قدرات كوادرنا الشرطيه والامنيه هذا جاري بالفعل، هناك خطط يتم تنفيذها لهذا الغرض تحديدا، تواجد امني مكثف في الشارع، رفع قدرات، تدريب افضل. بس يعني خليني اقول لحضرتك الارهاب يعني زي حادثه فجر اليوم الجبانه في منفذ مستورد.
الارهاب يعني انت على مستوى الجمهوريه حضرتك العديد من الاكمنه سواء الثابته او المتحركه والمنافذ والنقاط والمنشات الامنيه ومنشات القوات المسلحه و و والى كل هذا يتم تامينه بقوه وبحسم وايضا باسلوب علمي ليس فقط بالقوه. الارهاب بيصطاد او بيختار موقع واحد من كل الاف هذه المواقع ويركز عليها كل جهوده وتشديده وخططه. من الصعب للغايه في اي بلد في العالم ايا ما كان قوه جهازها الامني منع او مهما كانت الاجراءات الوقائيه منع هذا الحادث تحديدا من استهداف هذه النقطه تحديدا مهما كانت قوه وشده الاجراءات الامنيه. وراينا هذا في الولايات المتحده، رايناه في انجلترا، رايناه في اسبانيا، رايناه في فرنسا. مع يعني مهما يكون قوه الجهاز الامني الارهاب عندما يخطط ويستهدف نقطه بعينها عاده ما ينجح في تحقيق مآربه. ومع هذا باذن الله يتم تطوير الخطط كما ذكرت حضرتك. السيد وزير الداخليه لا يألو جهدا في تحقيق ذلك، والسيد مهندس محلب يوميا يبدا يومه بمتابعه الخطط الامنيه وتنفيذها. طب هل الشركات الدوليه مطروحه في هذا الاطار، خاصه وانه السيد وزير الداخليه كان يشارك في مؤتمر وزراء الداخليه العرب، وبالتالي ربما نتوقع من الحكومه المصريه بروتوكولات تعاون مع حكومات دول اخرى؟ بالطبع هو موجود بروتوكولات التعاون مع دول عديدة. مزيد من البروتوكولات لزيادة الإجراءات وتغيير حتى النوعية في الاستراتيجية اللي في الاستراتيجية الأمنية. لا هو مش بالمزيد يا أستاذ راغد، العملية مش توقيع بروتوكولات وعشان أبقى عندي ورق واتفاقيات، هو بتفعيل هذه الاتفاقات الموجودة بالفعل. الدولة لديها أسلوبها العلمي وتعلم تماما أي من الدول التي هي لديها أهداف استراتيجية مع تطوير التعاون. يعني مش لن وقع بروتوكولات تعاون مع دول في امريكا اللاتينيه من اجل توقيع بروتوكولات. هو كان في مؤتمر وزراء الداخليه العرب، وهذا بالفعل حضرتك تعلم انه بيتزامن مع اعلان السعوديه للاخوان كجماعه ارهابيه، وايضا ما قامت به قبلها الامارات، وبالتالي فكره وجود استراتيجيه يكون هدفها واحد لان العدو واحد بالتاكيد هتكون مختلفه عن اي بروتوكولات مضت. لا حضرتك معاكي حق، بس ارجعي حضرتك لاجتماع الجامعة العربية الذي عقد في القاهرة بداية الأسبوع الماضي ومبادرة السيد وزير الخارجية من أجل التعاون وتكاتف كل الدول العربية لمكافحة الإرهاب، ودعا أيضا السيد وزير الداخلية الخارجية لاجتماع عاجل اجتماع مشترك بين السادة وزراء الداخلية والعدل العرب، لأن بجانب أيضا الشق الأمني في القضاء على الإرهاب هناك شق قانوني هام للغاية، غسل الأموال، تسليم المطلوبين الاخ. حضرتك كل هذا يؤخذ في الحسبان. هناك ايضا اتفاقية عربية وقعت 90 لمكافحة الارهاب، ومصر تفعل هذه الاتفاقية من خلال جماعة الدول العربية، وتم هذا فور اعلان الحكومة المصرية لجماعة الاخوان المسلمين تنظيما ارهابيا في 25 ديسمبر الماضي. فاعتبر حضرتك الاتفاقيات والبروتوكولات موجودة يجب تفعيلها، المهم ان الطرف الاخر يتعاون. يعني ليس فقط من الهم توقيع البروتوكول، من المهم ان يكون هناك قناعة لدى الطرف الاخر سواء بتسليم المطلوبين، التعاون من خلال تبادل المعلومات، تبادل الخبرات، دورات تدريبية مشتركة وخلافه. شكرا لهذه المداخلة الكريمة من سيادة السفير هاني صلاح المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء. نعود مرة اخرى ل ضيف صوت الناس دكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بكلية الإعلام جامعة القاهرة. دكتور بالتأكيد الحدث يفرض نفسه، يعني ربما سيكون لحضرتك إن شاء الله تعليق على يعني ما استوقف حضرتك من منشطات رئيسية، ولكن استيقظنا هذا الصباح على هذا الحادث الغاشم الذي استهدف نقطة الشرطة العسكرية في كمين مسترد. يعني بالتأكيد تعليق حضرتك على هذا الحادث، و يعني ربما ايضا لديك اي تعليق على ما قاله سعادة السفير هاني صلاح. اولا ما حدث فجر اليوم يمثل حادث، يعني انا اتصور انه متعدد الابعاد، وكان يستهدف تعظيم حجم الخسائر بدرجة فارقة. والدليل على ذلك أن من قام بالاعتداء على أفراد
النقطة الخاصة بالشرطة لم يكتفي بهذا، ولم يكتفي بإطلاق الرصاص، ولم يكتفي باستشهاد 6 من الشباب الذين قد نختلف قد نتفق لكنهم كانوا في مهمة ورسالة سامية لحماية هذا الوطن. لم يكتفي بذلك، بل تعمد أن يترك عدد من 3 شنط بكل شنطة قنبلة أو بعض المتفجرات حتى يمكن أن يعني إذا ما أتى، وعادة ما يتكاثر الجمهور في والقيادات الأمنية والقيادات الشرطية والقيادات الجيش فيما بعد العمليات فيتم تعظيم الخسائر. ده تأكيد أننا محتاجين إلى أدوار استباقية، أدوار استباقية ووقائية لمثل هذه الأحداث. في حادث مديرية أمن القاهرة وأحداث أخرى ارتبط بمديرية الأمن الدقهلية، وفي مديرية أمن أخرى تعرضت لإطلاق النار، مباني المخابرات الحربية أيضا، أيوة، بتظهر. وبعض المناطق في شرم الشيخ وفي طابة وغيرها من المناطق بتظهر أهمية وجود أجهزة الكشف عن المتفجرات أو القنابل في النقاط المهمة. ومن هنا هذا أمر يمثل استباق للحدث. يعني أنا لا أتصور إن مثلا مديرية أمن الجيزة قبلها ب200 متر وبعدها ب100 متر أضع حوائط أسمنتية وأمنع المرور من الناحية دي وأمنع المرور من الناحية دي. ده مهم وأساسي وضروري، لكن أنا تسببت في حالة من الشلل في منطقة الدقي، وبالتالي أتصور إن ضرورة البحث عن هذه الأجهزة ووضعها في هذه الأماكن وتأمين الحراسات عليها تأمينا جادا ليل نهار يمثل آلية استباقية ووقائية، بدلا مثلا أجي قبل مديرية أمن الشرقية مثلا وأقفل شارع مديرية الأمن وأقفل الشارع الآخر المصاحب لمديرية الأمن وأتسبب في حالة من الشلل. يعني إذن وأشعر وأترك الأمر في حالة من الفوضى المرورية والفوضى الحياتية، وفي نفس الوقت أنا بأمن المكان فيزيقيا، ولكن تطور التكنولوجيا يستدعي أن أيا كانت تكلفة هذه الأجهزة لابد من الحصول عليها، ولابد من التدريب على استخدامها، ولابد من تأهيل كل الجنود والضباط والقيادات المختلفة في التأمين الاستباقي والوقائي للنقاط المهمة التي قد تكون مستهدفة من مثل هذه العمليات. دور البحث الجنائي وأجهزة المعلومات أيضا دكتور في هذا المجال، لأنه مصر لديها مكافحة إرهاب، أي أن عندما يحدث الحادث تتحرك الأجهزة الأمنية، ولكن قبل الحادث هو ما يسمى بمقاومة الإرهاب. طب مصر لديها خبرة في المكافحة وليس لديها خبرة في مقاومة الإرهاب. فدور الإعلام في مثل هذه الأحداث الإرهابية بقى، يعني التغطية بالتأكيد واجبة. الحقيقة في متابعة دقيقة لتغطية الأحداث احنا محتاجين تغطية كاشفة وتغطية تتسم بالدقة لا تبالغ ولا تتجاهل الأحداث. والدليل على ذلك انه احيانا بعض المعلومات اللي بتتقال قد تمثل إضافة لبعض الإرهابيين، وبالتالي الدقة في المعلومات التي يتم طرحها هذا أمر
اعتقد انه مهم جدا ويجب التدريب عليه. لان هديكي مثال، احد الامثلة انه في حادث طابة مثلا، احد المسؤولين الامنيين ادعى، وهو ادعاء غير دقيق، ان كل النقاط اللي موجودة في مناطق محددة، حددها هو في كلامه، لا اريد ان اعيد تكرارها، لا توجد بها اجهزة الكشف عن المتفجرات. المذيعة لم تكتفي بهذا الطرح ولم تتأكد منه، ولكنها تعمدت أن تطرح، تعيد طرح السؤال وكأنه حقيقة لكل المسؤولين في مدينة طابة وفي شرم الشيخ ومنطقة جنوب سيناء. إذن أحيانا الإعلام يقدم معلومات للآخر أو للعدو أو للمستهدف. أنا بقول الدقة في المعلومات أمر مهم. اتنين، هذه عمليات نختلف او نتفق فردية، ولكنها تكرارها يمثل خطورة. اذا نريد اعلام متوازن لا يسبب حالة من الفزع، من المبالغة، من التهويل، وهو الامر الذي قد يخلق حالة من يعني ان نمط الحياة في مصر يصبح يعني يدعو للخوف والفزع، وتتزايد مخاوف المواطنين في تلبية احتياجات وسبل الحياة. ثلاثة، في مشكلة تانية. تكنولوجيا الاتصال تستدعي سرعة تغطية الأحداث بعد دقائق قليلة من وقوعها، وليست سرعة المبالغة في هذه الأحداث. إذن السرعة في التغطية أمر حاسم وضروري وأساسي حتى يمكن أن نكشف التداعيات والخطط التي يمكن أن تكون مدبرة في مثل هذه الآليات. وأنا أتمنى أنه التأخير في التغطية قد يمثل مدعاة للغموض وانتشار الشائعات أو المبالغة والتهويل حول هذه الممارسات. إذن الدقة، السرعة، التطور التكنولوجي واستخداماته مع عدم المبالغة والتهويل، لأنه أي حادث مهما كان له آثار مطلوبة وآثار أخرى غير مطلوبة. فمراعاة كل هذه الجوانب والتدريب على إدارة الإعلام وقت الأزمات وإدارتها، أيضا ضرورة توفر متحدث رسمي في كل مؤسسة وفي كل إدارة عامة حتى يمكن أن تكون التلبية الخاصة بالمعلومات وتوافرها وطمأنة الجمهور هي الأفضل والأدق. وضرورة حسم هذه الممارسات وتأهيل الجنود لكي يكونوا مدربين تدريبا دقيقا ومتكاملا. طيب، برؤية حضرتك المشهد الإعلامي بشكل عام في مصر، وسائل الإعلام وخاصة الإعلام الحكومي الذي كثيرا ما يلقى الكثير من النقد، خاصة وأنه من الملاحظ أنه يعني هناك توجه عام، هو توجه وطني إلى حد كبير بالتأكيد في وسائل الإعلام، ولكن البعض يعيب على فكرة غياب وجهة النظر الأخرى، ليس لها علاقة بوجود جماعة الإخوان الإرهابية، ولكن الفكر الليبرالي، فكر أنه يكون هناك توجه لانتقاد الحكومة، توجه لبعض الممارسات فيما يخص بالتأكيد هنشهده في الفترة القادمة في الانتخابات الرئاسية، وفكرة طرح المشير عبد الفتاح السيسي، وبالتأكيد يعني الدور الإعلامي الذي سيلعب في الفترة القادمة دون تدخل منه. والحقيقة في حقيقة الأمر أنه هيكون في النهاية يعني يبدو للكثيرين أنه مؤيدا، وفي النهاية لن يكون المشير يد في هذه الممارسات. الحقيقة أن الإعلام مر بمراحل كتير في الفترة الماضية. أحد مشاكل اللي واجهها الإعلام أن في فترة من الفترات كان القرار السياسي يتأخر، والإعلام يضطر إلى التغطية السريعة للأحداث المفاجئة. مع تأخر القرار السياسي أو القرار الأمني كان لابد للإعلام أن يتدخل، وبالتالي تدخل الإعلام سمي بانفلاتات أمنية وممارسات غير دقيقة.
هذا الامر كان اتهاما وجه الاعلام. عندنا مشكلات في الفترة الاخيرة بتواجه الاعلام. واحد، احنا بنواجه حالة من الاعلام الاحادي الجانب. الاعلام في الفترة الاخيرة يتناول جانب واحد من القضية، حتى لو كان بدعوة الوطنية، دافع الوطنية يستدعي عرض جانبي الموضوع، المؤيد والمعارض، لان الوطنية ليست صكا يحدده شخص ما، ولكن الذي قد يقدم وجهة نظر اخرى هو ايضا مواطن له حقوق المواطنة وله الحق في ان رأيه وفكره يحترم ويقدم في الاعلام. شرط ان تكون ان يكون سلميا طبعا، لا لا طبعا، حتى لا يروج ان احنا نروج لفكره، ولان الان المعارضه يعني يلخصوها في الاخوان. الاعلام يجب ان يعبر عن كل الاتجاهات اللي موجوده في المجتمع، لا يقدم وجهه نظر احاديه، والا انت نص الدستور بيقول ان الاعلام يتسم بالحريه والاستقلال. طيب هذا الامر يطرح ضرورة التعبير عن كل الاتجاهات، ولا نتناول اعلام دعائي احادي الجانب في اطار من المصلحة الوطنية، من الامن القومي، من الثوابت الاساسية، من مفاهيم المواطنة. هذه امور وقواعد عامة لا خلاف حولها. اثنين، هناك عشرات من الممارسات الاعلامية التي تفتقد الدقة. هناك بعض البرامج التي مثلا بها ظواهر معيبة، مظهر المذيع اللي يقعد يتكلم ساعة الا ربع ويبالغ في تقديره للأحداث ولا يستند لمعلومات، وكأنه ناشط سياسي ويعكس وجهة نظره، وكأنه زي ما حضرتك يعني بتحددي، يعني ينقل اتجاهاته وكأنه ناشط سياسي في الأداء الإعلامي. هذا أمر غير مطلوب. أيضا هناك نماذج من الضيوف المنفلتين. الضيف المنفلت اللي يقول لك ملفات فلان عندي ويطلع شويه ورق، لا انت تقدري تساليه فيهم ولا هو بيقول المضمون ايه، ولا تتاح فرصه لمن يتهم. هذا امر ايضا مش مطلوب. احنا مش محتاجين حروب جانبيه في حياتنا، مش محتاجين الاعلام يبقى اداه لتوجيه الاتهامات وتصفيه الحسابات، قد ما الاعلام يبقى اداه للتنوير، لنشر الحقائق، للتثقيف، لإحاطة الناس بالشأن العام، لمواجهة مشكلات الوطن ووضع أجندة الوطن في الأولوية الأساسية. أيضا في مشكلات أساسية تظهر في بعض الظواهر، ظاهرة التسريبات التليفونية. ما نراه في بعض البرامج من أن بعض الأشخاص، واحد، يحدد مكالمات بعينها، يختار أجزاء من هذه المكالمات، يوجه الاتهامات لأشخاص بعينهم في سياق أجزاء مختارة من مكالمات قد تمتد لفترة طويلة، مش كده وبس، يضع هذه المكالمات في سياق تعليقات وسياق من صنع المذيع. يعني لا يمكن أبدا، لا خمسة، لا أتيح الفرصة ل من جاء ذكرهم في المكالمة ان هم يعبروا عن الظروف الخاصة بهذه المكالمة، ولما اتقال الكلام ده اتقال في اي سياق. ستة بقى، مشكلة ان المذيع هنا بيضع هذه المكالمة في سياق تآمري. شوفوا المؤامرة اللي على مصر، شوفوا كانوا بيعكسوا مش عارف ايه، شوفوا بياخدوا فلوس قد ايه، شوفوا قد ايه كانوا بيتآمروا على مصر. طيب انت لم تتح الفرصة للاخر لكي يعبر عن وجهة نظر، وبعدين قول لي بقى من حقي كمشاهد انك تقول لي مصدر المكالمات اللي عندك دي ايه، جبتها منين؟ انت من حقك سرية المصدر صحيح، لكن من حق المشاهد انك تقول له المكالمات دي سجلت في التوقيتات الفلانية بدواعي كذا، بظروف كذا، في سياق معين، كما ترى ان من حقك ان تضحى في سياق تأمري، من حقك تقول لنا التسجيلات دي تمت بهدف، بانهي هدف، ودون، ويجب ان تعطي الفرصة للاشخاص
الذين تم تناولهم في هذه المكالمة. أيضا الإعلام لا يوجه اتهام، الإعلام يعرض القضايا ولا يوجه أحيانا في أحد مقدم البرامج. وقت لجنة ما كنت رئيس لجنة تقييم الأداء الإعلامي رصدنا قيامه في حلقة واحدة لمدة ساعتين ثلاثة، تلفظ بستة وخمسين لفظ معيب وقصف وسب يعاقب عليها القانون. يعني هل الإعلام أداة لتنوير الناس ومعرفتهم بالحقائق، ولا الإعلام أداة لاستخدام السباب أو إسناد وقائع غير دقيقة، أو لو بيحب سين يخليه ملاك ولو بيكرهه يخليه شيطان أو يتلفظ؟ وبعدين الإعلام، هل هو الإعلام أداة إن أنا أقعد أتكلم عن أهلي وعيلتي وقرايبي وجيراني وممتلكاتي؟ هل الإعلام أداة لتناول الشأن العام ولا الشأن الخاص؟ هو بس الجزء الخاص بالتسريبات دكتور، يعني ربما هنا يقودنا لأنه الإعلام ربما يتحول إلى أداة سياسية، لأنه وصول مثل هذه التسريبات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون بعيدة عن أعين أجهزة الدولة، ولا يمكن أن تكون الدولة يعني ولو ربما تكون الدولة ضالعة في بث هذه التسريبات ولديها هدف من وراء هذه التسريبات. الهدف يجب طالما يتعلق بطرح هذه التسريبات يجب أن يتم تناوله في إطار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، أن هذه المكالمات ليست دليلا متكاملا ووحيدا للاطلاع بمؤامرة محددة، لابد من إتاحة الفرصة لمن يقع تحت طائلة هذا الاتهام أو هذه المكالمات أو تسجل له هذه المكالمات أن تتاح له الفرصة أن يبرز ويعبر عن وجهة نظره للرأي العام، والمذيع ليس هو الحكم بل الرأي العام هو الذي يحكم. وتكون متزامنة في نفس الوقت مع فتح تحقيقات رسمية، لأنه ما يتم تداوله قضية تانية بقى. نفس المذيع الذي يقدم التسريبات أحيانا يقول لك التحقيقات النيابة بتقول إيه، أحيانا يقول لك الشهود قالوا إيه، أحيانا يقول لك بنود الاتهام اللي موجهة لبعض المتهمين اللي في السجون مضمونها إيه. يا سلام، يعني أنت علاقاتك الأمنية من الدقة ومن الشفافية انك انت لوحدك ترصد لأقوال الشهود قبل ما يقولوها وأقوال المتهمين قبل ما يردوا على الادعاءات الموجهة لهم، هذا أمر أيضا يمثل تدخل في أعمال النيابة والقضاء ويفتقد إلى الدقة. باختصار، الإعلام في مصر لا يليق بمرحلة التحول. مرحلة التحول تتطلب أداء إعلامي يختلف عن الأداء الإعلامي الأحادي الذي يبحث عن صغائر الأمور، يستخدم السباب والقصف والسب وغيرها من الممارسات غير المهنية التي تفتقد الدقة. أيضا بمناسبة قرب الانتخابات الرئاسية، أرى في كثير من القنوات الفضائية ممارسات تمثل دعاية انتخابية استباقي، يعني قبل فتح باب الترشيح ما يتم، انا بشوف في كثير من الفضائيات بتسفه من بعض المرشحين. مين اللي يحدد؟ من حق كل من تنطبق عليه شروط الترشيح من حقه ان يترشح ومن حقه ان تكون له حملة انتخابية في وفقا لاتجاهات الرأي العام. الرأي العام واتجاهات التصويت هم اللي يحددوا ده يوم الانتخابات، لكن لا يمكن ابدا يجي مثلا واحد يقول لمرشح هعورك، هكشف اخطائك، هكشف سلبياتك، هقول اتهامات موجهه لك، او انت ترشيحك يستفزني. يا سلام، هو انت معاك فك الغفران كواحد تصادف انك بقيت اعلامي شئنا او لم نشأ، نتفق او نختلف حول مضمون ما تقدم، تقول ان ده يدعو لاستفزازك لو تم ترشحه وده ما بيريحكش لو تم ترشحه، بينما مرشح اخر انت تفضله وتعظم من شأنه؟ هذا امر لا يليق، واتمنى ان تتخذ الاجراءات من اللجنة العليا للانتخابات من كل اشكال الدعاية الانتخابية الاستباقية التي تتم بشكل مضاد او مساند
لأي مرشح مهما كانت شعبيته أو مكانته في الفترة السابقة على الانتخابات. طيب دكتور اسمحي لي نتوقف لعرض واستعراض آخر أخبار الساعة، بعدها نستكمل هذا الحوار. في تصريح لصوت الناس، السفير هاني صلاح المتحدث باسم مجلس الوزراء يقول إن الحكومة ستتخذ إجراءات حادة لمواجهة الإرهاب. العقيد عماد عياد مدير إدارة مفرقعات القليوبية.